بقول لك ايه، انت عندك عقدة ان ابوك الله يرحمه ما حضرش نجاحك، كان شايفك فاشل ولا ايه؟ انت زعلان ان ابوك ما شافش نجاحك؟ اه طبعا. امتى توفى والدك؟ من 13 سنة. 13 سنة؟ انت كنت صغير قوي يعني. كنت ابتديت اغاني ولا كنت لسه؟ كنت لعيب كرة وكنت بغني يعني، بس كنت شغال في محل بلايستيشن عند اخويا الكبير. وهو ما شافش اي نجاح من نجاحاتك حتى في الكورة؟ ما شافش في الفن؟ ما شافش؟ لا ما شافش في الفن. كان نفسي أكون موجود هو يشوف نجاحي دوت دلوقتي، وكنت أرد له حتى أي حاجة من اللي هو عملها معايا. لما كنت بقول له هات يابا أنا عايز 2 جنيه، كان يزعق لي يقول لي يلا امشي أنا معيش فلوس. هروح واخد بعضي ونازل من باب البيت، قبل ما انزل ابص الاقيه باصص لي من البلكونه وحادف لي الفلوس، حتى لو هو ما كان اخر جنيه في جيبه كان بيديه. انت على فكره يا شيخ الحاره بقت تعيط الناس وتعيطني انا كمان معاهم، وانت مؤذي وانا ما بستحملش العياط، فممكن بعد كده ما تعيطناش يا شيخ الحاره؟ يلا اتكل على الله يا شيخ الحاره، اتكل على الله. حبيبي يا شاكوش حقك عليا. حبيبي الله يرحم والدك. حبيبي الله يرحمه. السلام عليكم. خلينا نطلع فاصل ونرجع الفقره اللي جايه.